بضيفتنا الرائعة. تفضلي. ليالي الأنس في بيت الفن نسمها من هوى الجنة، نغم في الجو نورنا، سمع الطير بكى وغنى. الصوت الجميل ما شاء الله في عائلتكم منتشر بصراحة، شو القصة وشو هو السر؟ إذا الشعب يوماً أراد الحياة. بيت الأمنيات. بيت الأمنيات. لأماني كثيرة أكيد. فلا بد أن يستجيب القدر. بيت شهرة. سبحان الله. يا ولدي ووالدي وأبا. يا كبدي وكيدي ومكابدتي، يا سندي وسندياني وسيدي. اشتقتي للمسرح؟ كتير. بأول الصيف. شو أخذت من المخرج جواد الأسدي؟ تكبر العصافير. هيدا اللي أنا بحس إنه الموسيقى بتقدر تعمله. بأول الحب بيبقى الكلام سكوت، أقولك شو بده يصير. الموسيقى حلم، الموسيقى فرح، الموسيقى انعتاق. إذا ارتاحوا الإيدين وبين شفافك وشفافي صار زهر حرير. ليش جاهدة وهبي ما بتكتب كلمات أغانيها؟ يا ريت في انهدى. تختار الشعر قبل ولا الكلمات؟ هالوقت ما عنده وقت ينطر حدا. أقرر أن أسبغ على كلماتها بعض الموسيقى. والعمر صار جنون. هل أتى وقت الحصاد لجهدك؟ والعمر صار جنون. يا كل كلي رايح على فين يا وبر؟ قولي.